طيب، السلام عليكم. انا الفيديو ده عامله عشان بس اشرح فيه الاسايمنت كده واشوف يعني اوضح فيه انا وصلت لفين وهطلع في ايه. يعني انا همشي في الستبس كلها من الاول خالص كده، وايه هحاول اشرح كل الخطوات اللي انا فاهمها، وبرضه هقف عند الحته اللي انا هطلع فيها عشان مش عارف اتصرف فيها ازاي بصراحه يعني. طيب، فاحنا اصلا التاسك كان عباره عن ايه؟ التاسك كان بكل بساطه عباره عن ان انا المفروض مطلوب مننا ان انت يبقى عندك تكاريت زي فورم، والفورم ده يبقى فيه اتنين لوك ابس، تمام؟ والاتنين لوك ابس دول يبقى فيه ريليشن ما بينهم وما بين بعضهم. فايه الفكره؟ الفكره مثلا ان انا زي ما يكون عندي هوسبيتال مثلا، والهوسبيتال ده فيه فيندورز بيوردوا للمستشفى دي حاجات. فالهدف من كده ان انا مثلا عايز كل فيندور اعرف ايه كل الكونتاكتس المربوطين بيهم يعني. فلما ادوس على فيندور 1 مثلا يجيب لي كل الكونتاكتس اللي فيها، ولما ادوس على فيندور 2 يجيب لي كل الكونتاكتس اللي فيها يعني، تمام؟ فهو ده مين للايه؟ هو ده مين للتاسك يعني. طيب، احنا في الاول خلاص عشان نعمل كده هنعمل ايه؟ هنروح اول حاجه خلاص نخش على السيتنجز، ونخش على ادفانسد سيتنجز، تمام؟ وبعد كده هنكمل. المفروض نخش على دوس على السهم ده، نفتح الكاستمايزيشنز عشان احنا عايزين ان احنا نعمل كاستمايزيشن للحاجه بتاعتنا يعني. كاستمايز السيستم دي المفروض ان الايه؟ دي الحاجات اللي هي اصلا اوريدي موجوده في السيستم يعني، والانتيتيز بقى كل اللي موجوده في السيستم وهكذا. ببلشرز دول الناس اللي موجودين عندي والاشخاص اللي موجودين يعني. والسوليوشنز ده الايه؟ انت لو انت عايز تعمل بروجكت جديد او تعمل كاستمايز سوليوشن جديده، فاحنا المفروض ان احنا نختار منهم يعني. فالمفروض ان احنا ببلشر نعمل ببلش جديد يعني، ببلشر جديده كنت عامل واحد بيس، بس احنا ممكن ايه نكريت نيو ببلشر يعني. ديسبلاي نيم ده المفروض ان ده الاسم اللي بيظهر للناس. فنفترض مثلا هعمل واحد جديد باسم احمد صلاح مثلا، والنيم ده بقى اللي احنا بنستخدمه اوريدي في الكود بتاعنا، فهنسيبه زي ما هو ده. مثلا ممكن نقول ايه اي ديسكريبشن، ديسكريبشن ده بيبقى وصف للشخص ده مثلا. فممكن نقول مثلا this is one of the most important persons. تمام. طيب، وبعد كده بقى بتبدا بقى انت ايه البريفكس ده. المفروض ان هو ده اسم بيعبر عن الببلشر ده يعني. انت لما تيجي تعمل ببلشنج لاي حاجه دايما هتلاقي ان ايه محطوط بريفكس للببلشر ده، وهنستخدمه كتير جدا. فانت المفروض لو انت هتسيبه باي ديفولت هتلاقي ان هو محطوط نيو، لكن المفروض ان انت تعمل كاستمايز لايه يعني كل ببلشر المفروض يحط بريفكس لنفسه. فممكن مثلا ايه احط ايه اس بس، تمام؟ الاوبشنال فاليو غالبا دايما يعني غالبا هي ايه المفروض ان هي تبدا من رقم معين. ده عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن ان هو مثلا لما يجي يبدا يعمل كريشن لحاجات جديده عندك في الداتابيس، هيبدا من الاندكس ده. زي ما احنا لما بنيجي اندكس حاجه مثلا 0 1 2 3 وهكذا، فهو ايه بيبدا ان هو يعد لك الفاليو دي من اول الفاليو بريفكس ده يعني. مثلا اول انتيتي او اول ايتم هتيجي تكريته هيبقى الرقم بتاعه، لو سيبناه بالرقم ده هيبقى 71762، وكل ما تكريت حاجه جديده كل ما الكاونتر ده هي ايه هيحصل له انكريمنت يعني، تمام؟ وكان في عندنا اسايمنت اللي هو ايه احنا ليه بيبدا رقم من 10000 يعني. وبعد كده قعدت سيرش عليها لقيت ان هو ما فيش هدف يعني، هو بيبقى عباره عن كونفنشن انت بتتفق عليه انت والناس اللي معاك ان انتوا هتبداوا الاوبشنز منين او البريفكسز منين يعني بس. والارقام اللي هي 0 و1 و2 وهكذا كان بيبقى في حاجات ثابته كده اللي هو ايه مثلا الياس والنو ده بيبقى غالبا 0 و1 وحاجات زي كده يعني. بس هو ما فيش حاجه ثابته يعني. قعدت سيرش كتير في الموضوع ده وما لقيتش ان هو ما فيش سبب معين، انت ممكن تحط الرقم اللي انت عايزه هنا يعني. فاحنا ممكن نبدا هنا باي حاجه، مثلا نفترض ان احنا نبدا ب 20000 مثلا، تمام؟ طيب، وبعد كده بس وبعد كده ده الاسم اللي هيظهر عندك النيم بريفيو، تمام؟ بعد كده بتبدا بقى نحط الديتيلز بتاع الايه بتاع الببلشر ده. فممكن مثلا نحط رقم مثلا 011 4 7 3 22، الايميل ده بتاعه، كل دي بقى بيرسونال انفورميشنز يعني عادي، تمام؟ ممكن نحط اي حاجه وخلاص يعني عشان ايه ننجز بس برضه ده اي حاجه تكون ناقص، تمام؟ طيب، وبعد كده برضو هنا ممكن نملأ اي حاجه عادي. هنا ده بوستال كود برضه ممكن نحط اي حاجه، وهنا كايو، هنا مثلا ايجيبت، ماشي؟ طيب، وبعدين بس وبعد كده خلاص بعد ما بنخلص بنعمل سيف اند ايه اند كلوز. والمفروض ان الشخص ده او الببلشر ده ايه بيظهر عندنا هنا. طيب، احنا خلاص عملنا ببلشر، او ممكن بقى نرجع نعمل ايه كاستمايزيشن للسيستم بتاعنا. فممكن نخش نعمل كريت لنيو سوليوشن. انا كنت هعمل واحد سوليوشن هنا بس ممكن نكريت نيو سوليوشن يعني. بنعمل كريت لنيو واحده من هنا، تمام؟ طيب، وبعدين هنا بقى بتبدا ان انت تعمل ايه؟ تبدا بقى تحط البروبرتيز بتاع كل السوليوشن بتاعتك. فمثلا عايز تحط النيم مثلا، فممكن نقول ان ده اسايمنت 1 سوليوشن. برضه ده الحاجه اللي هتظهر للناس. بعد كده النيم ده اللي احنا بنستخدمه، فممكن نسيبه زي ما هو عادي. الببلشر المفروض انت تختار الببلشر اللي هو ايه؟
اللي يعني هو اللي شغال على السوليوشن ده. كل سوليوشن لازم يكون ليه ببلشر او حد هو اللي بيعمله يعني. فده على صراحه والصلاه اللي احنا بنستوصل ميكانيتينو. كونفيجريشن بيج دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن بكل بساطه بتبقى زي اوبشنال بيج كده، بتخلي الشخص مثلا انت حاطط كونفيجريشنز معينه للسوليوشن ده، فانت عايز مثلا لما الشخص يدوس على المكان ده يوديه للسيتنجز، اكنه سيتنجز كده، ممكن تفكر فيها كانها صفحه السيتنجز او كده، تمام؟ ويبقى ليها فيرجنز على حسب الفيرجن اللي انت شغال عليها. الفيرجن دي مثلا بتبقى ايه، اول مره مثلا بنختار ان هي 1.0، وبعد كده كل ما تعمل ابديت بتفضل ان انت ايه تزود الفيرجنز دي، تمام؟ وهنا الديسكربشن بتدي وصف كده، مثلا this solution is specially made for the first practical assignments، تمام؟ طيب وبعد كده، خلاص احنا كده خلصنا. فممكن ان احنا ايه، ممكن ان احنا نعمل سيف ون ايه ون ون نعمل سيف يعني، ممكن نسيف الموضوع ده، تمام؟ طيب وبعد كده، بقى بيبقى عندك شويه حاجات، بقى عندك ايه، ممكن هنا بقى بنلاقي هنا شويه حاجات احنا بنستخدمها، عندك انتيتيز، عندك اوبشن سيت، عندك كلاينت اكستنشنز، حاجات زي كده. دي بتبقى اوبشنز بقى ايه هنبقى نتعرف عليها قدام يعني. بس هنتكلم شويه عن ايه، عن الانتيتيز، تمام؟ انت لما تخش على الانتيتيز هتلاقي هنا عندك ايه مالتيبل اوبشنز كده، وفي فوق برضه فوق اوبشنز دي سيف وسيف اند كلوز، دول سهلين، انت بتسيب الحاجه اللي انت عملتها، وهنا لو عايز تسيف وتقفل على طول، ماشي؟ شو ديبندنسز دي، انت لما بتختار اي حاجه او انتيتي معينه بيجيب لك كل الحاجات اللي مربوطه بيها، يعني البتاعه دي مستخدمه فين، تمام؟ كان في هنا نوت كنت انا واخدها في الـ في السيشن يعني، كان كنا بنتكلم على ايه، ايه الفرق بين الديبندنسي والريليتد تقريبا. ثانيه كده، اه الديبندنسيز دول الانتيتيز اللي بيستخدموني، لكن الريليتد كومبوننتس دول الانتيتيز اللي انا بستخدمها، تمام؟ طيب وبعدين بس، فانت ممكن الانتيتيز بقى انت ايه تبدا ان انت تكريت ايه انتيتيز جديده، اكسبورت سوليوشن ده لو انت خلاص عايز ايه تطلع مانجد سوليوشن او ان مانجد ايا يكن، المهم انت خلصت الشغل بتاعك وعايز تطلعه كزيب فايل فبتدوس عليه. ترانسليشن ده لو انت عايز تترجم كل اللي انت شغال عليه. ببلشر، ببلش اول كاستمايزيشن ده لو انت مثلا كنت شغال في كاستمايزيشن، اشتغلت على كذا حاجه وعايز بقى تطلع كل الحاجات دي مره واحده وتعمل لها ببلش مره واحده يعني، تمام؟ فبنعمل ايه، ببلش اول كاستمايزيشن يعني. بس دي حاجه مش بريفيرد، ليه؟ لان احنا بكل بساطه ممكن تكون انت مثلا عملت حاجه بس ايه يعني نسيتها، او حاجه مثلا معينه انت ما كنتش متاكد منها، او حاجه معينه انت لسه ما رجعتهاش، فايه فما بنفضلش ان انت تعمل ببلش اول كاستمايزيشن يعني. لكن الاحسن ان انت تعمل ايه، ببلش لكل حاجه انت بتخلصها يعني. طيب هنا برضو في شويه تابس كده ممكن نتكلم عنهم. هنا نيو مثلا، انت لو انت عايز تعمل نيو انتيتي انت اللي هتكريتها خالص، ماشي؟ ادنج اكزيستنج برضو، دي برضو ايه ده لو انت مثلا عندك اكزيستنج انتيتي وعايز تضيفها عندك في السوليوشن ده، تمام؟ فبتبدا ان انت تختار من هنا، مثلا اخترنا ايه الاكونت مثلا، حلو، فدوس اوكي مثلا. وبعدين بعد كده هيظهر هنا بقى يقول لك ايه، يقول لك مثلا هتلاقي شويه حاجات، مثلا في مثلا انكلود انتيتي ميتا داتا. ايه انكلود انتيتي ميتا داتا؟ دي بتبقى عباره عن ايه، يعني ايه ميتا داتا اصلا؟ ميتا داتا هي عباره عن معلومات عن الداتا بتاعتك. يعني ايه معلومات عن الداتا بتاعتك؟ يعني مثلا انت عندك داتا مثلا، فعايز تعرف الاسم بتاعها، عايز تعرف الديت بتاعها، مين الببلشر، وهكذا يعني، معلومات عن الداتا نفسها. فانت لو عملتش انكلود للانتيتي داتا دي، وحصل ان انت مثلا سيفت غيرت مثلا في الاسم بتاع الـ بتاع الانتيتي مثلا، او غيرت مثلا في الببلشر او اي نيكون، غيرت في بروبرتي معينه في الميتا داتا بتاعت الانتيتي دي، تمام؟ وعملت فينش وانت ما كنتش عامل انكلود انتيتي ميتا داتا، مش هيسمع اصلا فيها. ليه؟ لان انت بكل بساطه ما كنتش عامل انكلود ليها، تمام؟ اد اول اسيتس دي هتخليك ان انت ايه، انت هنا ممكن ان انت كل الحاجات دي عباره عن اسيتس للانتيتي اللي انت شغال عليها، تمام؟ دول الريليشن 1 و2 وان تو ان وهكذا. طيب الفكره فين؟ الفكره انت ممكن تختار شويه حاجات من هنا، مش لازم تختارهم كلهم، بس ممكن تختار حبه صغيرين، تمام؟ او تختار على قد ما انت عايز يعني. لو انت بقى دوست اد اول اسيتس، هو بيضيف لك كل حاجه، بيضيف لك كل حاجه موجوده يعني، تمام؟ طيب بعد كده لو افترضنا ان انا هدوس اد اول اسيتس، تمام، ودوست فينش، ايه اللي هيحصل بقى؟ هيقول لك بكل بساطه ميسنج ريكوايرد كومبوننتس. ايه ميسنج ريكوايرد كومبوننتس ده؟ بكل بساطه بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت في حاجات او في كومبوننتس انت اخترتها ما كنتش في كومبوننت هي بتعتمد على كومبوننتس ثانيين انت ما كنتش عامل لها انكلود في السوليوشن بتاعك، فيقول لك هل انت عايز تضيفهم ولا لا؟ طب احنا ليه اصلا بيظهر لك ده؟ لان بكل بساطه انت ممكن يكون مثلا انت عايز تودي السوليوشن ده عند اورجنايزيشن ثانيه يعني، او شغال في اون بريميس مختلف. فايه اللي هيحصل؟ بكل بساطه لو انت وديت الكلام ده وما كانش عندهم ريكوايرد كومبوننتس دي هناك، فساعتها السيستم بتاعك هيفير ومش هيشتغل. طب طب انا ليه ممكن اختار نو؟ تختار نو لو انت متاكد ان السيستم اللي انت تنقل عليه الحاجه عندهم هو بنسبه كبيره جدا، او انت متاكد، مش بنسبه كبيره، انت متاكد ان هو عنده الكومبوننتس الميسنج دي، تمام؟ فانا هنا اقول مثلا يس انكلود، ماشي، وبعد كده ادوس. طيب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل بقى خلاص ان انت هتتوقع دلوقتي ان انت اول لما البتاع ده يخلص او يعمل دارن، هيظهر لك بقى كل الحاجات اللي ريليتد بمين؟ الريليتد بالاكونت بس، تمام؟ لو ما كنتش عملت الاد ريليتد ده، كان ممكن ايه هتلاقي الحاجات دي كلها مش موجوده.
طيب ديليت، خد بالك بقى من حاجتين هنا، في ديليت وفي ريموف. الديليت ده عباره عن ان انا عايز امسح البتاع دي خالص. يعني ايه امسح البتاع دي خالص؟ يعني انا عملت مثلا نيو انتيتي، ماشي، انا لسه معرف نيو انتيتي بس، تمام، وبعدين حطيت فيها بروبرتيز بتاعتها وعرفتها وعملت كل التفاصيل بتاعتها، وبعد كده دوست ديليت. ديليت دي معناها ان هو بيمسحها من السيستم خالص، ولا كانها اتعملت اساسا قبل كده، تمام. طب ايه ريموف بقى؟ ريموف ببساطه هي عباره عن ان انت بتشيل بس الانتيتي دي من السوليوشن. طب يعني ايه؟ ما فهمتش. بص يا عم، انت لو انت دلوقتي، احنا كان عندنا قبل ما نخش هنا كان في عندنا حاجه اللي هي كاستمايز سيتنجز، تمام. ممكن نجيبها من هنا تاني، اهي كاستمايزيشن، كاستمايز سيتنج. ايه كاستمايز سيتنج؟ دي كل الانتيتيز اللي موجوده عندك في السيستم بتبقى محطوطه هنا في كاستمايز سيتنج. طب ايه سوليوشن؟ سوليوشن ده يعني انت بتاخد، ماشي، انت عندك مثلا، يعني بص، الكاستمايز سيستم دي ممكن تفكر فيها ان هو الداينامكس نفسه، كل التولز بقى اللي موجوده عندك في الداينامكس وكل اوت اوف ذا بوكس تولز وانتيتيز اللي موجوده كلها بتبقى موجوده فين؟ في السيستم بتاعك. طيب انت مثلا عايز، مثلا حد جالك وعايز ان انت تعمل له حاجه كاستمايز ليه هو، شغل ليه هو بس، تمام. فعشان تقدر ان انت تعمل شغل ليه هو بس، بتبدا ان انت تكريت سوليوشن. فالسوليوشن ده ممكن تفكر فيه ان هو بروجكت مثلا او مشروع وانت بتبدا تشتغل عليه. طيب وبعدين طيب انت مثلا عملت كريت لانتيتي جديده واشتغلت عليها جوه السوليوشن، ممكن تعمل لها ببلش، ممكن ترفعها للسيستم بحيث ان انت بعد كده لو حصل جالك حد مشابه او طالب حاجات انت عملتها قبل كده تلاقيها موجوده فين؟ في السيستم بتاعك. طيب وبعدين بس الفكره بقى كلها فين؟ انت دلوقتي لو دوست ريموف، لو انت دوست ريموف ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو بيشيله من السوليوشن اللي انت شغال عليه، لكن هل هو بيتشال من السيستم كله؟ لا، هو موجود اصلا في الكاستمايز سيستم، تمام، وممكن تجيبه تاني. طب لو انا دوست ديليت، ديليت ده معناه ان هو بيشيله من السيستم خالص، ولا عمرك ما هتلاقيه تاني. وعشان كده لو دوسنا ديليت هتلاقي دايما ان هو بيطلع لك ايه؟ كونفرميشن، كونفرميشن اسمه ايه ده؟ وورنينج، يقول لك هل انت متاكد ان انت عايز ديليت؟ يا ابني فكر تاني، وهكذا، تمام. طبعا هنا لما دوست ديليت جالي المسج دي، لان بكل بساطه ده ايه؟ ده سيستم انتيتي، دي حاجه موجوده في السيستم انت مش من حقك ان انت تلغيها اصلا يعني. طيب طيب ايه تاني؟ في بابلش ده بقى لو انت خلاص خلصت يعني الانتيتي دي وعايز ترفعها، شو ديبندنس دي، احنا هي نفس الشو ديبندنس دي، بتجيب لك كل الديبندنت ايتمز اللي بتعتمد عليها الانتيتي بتاعتك، تمام. ماشي، ايه تاني؟ سوليوشن لايرز. بص احنا عندنا انواع من السوليوشنز، عشان تعرف يعني ايه سوليوشن لاير لازم تفهم يعني ايه اصلا ايه انواع السوليوشنز. احنا عندنا نوعين مهمين جدا من السوليوشن، الا هو المانجد سوليوشن والانمانجد سوليوشن. ايه الفرق بينهم؟ المانجد سوليوشن ده بيبقى عباره عن سوليوشن انت خلاص اشتغلت عليه وعايز تببلشه او عايز ان انت توديه عند حد يستخدمه، فخلاص خلصت الشغل بتاعي كله عليه وخلاص، انا مش هديفلوب فيه حاجه تانيه، انا عايز كل اللي انا عايزه ان انا خلاص بس ايه اخلي الناس تبدا تستخدمه يعني. تانية أنا كنت كاتبها هنا، فممكن إيه نشرحها بتفاصيل أكتر يعني. يا ثانية، فين فين؟ بص، إحنا قبل ما نتكلم عن قبل ما نتكلم عن السوليوشن لازم نفهم، يعني قبل ما نتكلم عن المانج والمانج لازم نفهم يعني إيه سوليوشن، تمام. ده برضه قبل ما نتكلم على السوليوشن لاير يعني، فعايزين نفهم يعني إيه سوليوشن. السوليوشن بكل بساطة هو زي بروجكت زي ما قلت لك، هو السوليوشن mainly is how the customizers and developers authors package and maintain units of software that extend the functionality of the system. يعني إيه الكلام الصعب ده؟ ولا صعب ولا أي حاجة، بكل بساطة هو بيقول لك السوليوشن هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن في customizers و developer authors. يعني إيه؟ يعني الناس اللي شغالة ممكن تفكر فيهم اللي هو ال developer أو ال consultant أو أيا يكن اللي بيستخدم التول. يعني هو بيعمل إيه؟ بيبدأ إن هو يباكج، يعني يجمع ويصلح يونتس معينة أو يعدل يونتس معينة بحيث إن هي يقدر إن هو يكستند الفانكشن الفانكشناليتي بتاعت السيستم. يعني انت داينامكس 365 بيبروفايد يو سام فانكشناليتيز، بيديك شويه صلاحيات تقدر تستخدمها. هل الصلاحيات دي بس هو اللي انا اقدر استخدمها؟ لا، انت ممكن انت تزود عليهم حاجات على حسب انت عايز تعمل ايه عايز تعمل ايه للكاستمر بتاعك. طيب وبعدين ولا قبلين يا عم، الفكره كلها ان هو بكل بساطه بيقول لك بقى الفكره بتاعت السوليوشن هو زي ما قلت لك، هو بروجكت انت تقدر تكستند بيه الحاجات او الصلاحيات الموجوده في 365. طب وبعدين بس، هو ده فكره السوليوشن. احنا بقى السوليوشن ده ليه نوعين، تمام، عندك نوع اللي هو المانج والان مانج، تمام. طيب الكاستمرز كاستمايزرز اند ديفلوبر ديستريبيوت سوليوشنز سو ذا اورجانيزيشن كان يوز 365 كاستمر. ماشي، هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ببساطه ان انت بعد ما بتطلع سوليوشن انت بتبدا ان انت توزعه على الناس عشان يقدروا ان هم يستخدموه يعني. طيب بقى تعالى بقى نشوف بقى ايه النوعين. احنا عندنا المانج والان مانج. ايه بقى الان مانج؟ المانج ده معناه ان انت خلاص عملت سوليوشن وخلص ومش هتستخدمه، يعني مش هتعدل عليه، انت بس كل اللي انت محتاج ان انت تبدا توزعه على الناس عشان يستخدموه، تمام. ده المانج. طب ايه هو الان مانج؟ الان مانج بكل بساطه هو سوليوشن اندر ديفلوبمنت. يعني ايه سوليوشن اندر ديفلوبمنت؟ يعني انت لسه شغال عليه، لسه بتعدله، لسه انت فاهم في شويه حاجات لسه ما خلصتهاش، تمام، فده اسمه ان مانج. وانت او ممكن يبقى سوليوشن بس انت مش ناوي ان انت تعمل له ديستريبيوشن، انت بس مستخدمه لنفسك كده، انت بتجرب حاجات، بتلعب في حاجات، فالحاجات دي كلها بنخليها ايه؟ بنخليها ان مانج يعني.
تمام. ولما بنخلص الان مانج عموما، لما بنخلص شغلنا عليه بنحوله لايه؟ بنحوله لمانج. طيب وبعدين بتقول لي كل الكلام ده ليه؟ عشان افهمك يعني ايه سوليوشن لايرز، يعني ايه سوليوشن لايرز. يعني بكل بساطه انت بتبدا ان انت تحط سوليوشنز فوق بعضها. انا مثلا عملت مثلا سوليوشن كان مانج مثلا، فحط اول حاجه ده البيز بتاعي. بعد كده فضلت اشتغل حبه، مثلا عملت سوليوشن جديده وفضلت اشتغل عليه حبه، فابدا ان انا ايه احطه اون توب اوف ذا ايه سوليوشن ذات اي هاف بين كريتد، اللي انا لسه مخلصه. انا عملت سوليوشن وخلصته وبعد كده عملت سوليوشن تاني، فانا عايز احطه فوق السيستم اللي عندي، فاخده او جاي احطه عندي، فده كده اسمه ايه سكند لاير. وهكذا بقى بتفضل تكاسكيد لايرز فوق بعضها. تمام. طيب اد ريكوايرد كومبوننتس، اللي اد ريكوايرد كومبوننتس دي بكل بساطه زي ايه، احنا مش كنا عندنا ديبندنسيز، فريكوايرد كومبوننت ده انت بتختار مثلا انتيتي معينه وتشوف ايه كل الكومبوننتس اللي انت الاكونت بتاعك ده بيحتاجها، وبتحاول ان انت تعمل لها ايه. ماشي ماشي. لما بتدوسها طبعا بيجيب لك كل الريكوايرد كومبوننتس يعني. ماشي. بس مانج بروبرتيز دي بتوريك الايه، بتوريك زي ما كنا احنا بنتكلم عندنا المانج والانمانج. المانج بروبرتيز اكنك بتدي صفات معينه للسيستم بتاعك او للانتيتي بتاعتك، بحيث ان محدش يقدر ان هو يعمل لها اوفر رايت بعد كده، عشان لو راحت على اي سيستم ما يقدرش ان هو يغير في الحاجات دي. ماشي. طيب انا كنت بس حابب ان انا اشرح الحاجات دي عشان ايه تبقى عندك فكره. تعال بقى نشوف ايه لو انا عايز اعمل انتيتي جديده يعني. فتعال نعمل انتيتي اسمها هوسبيتال مثلا، تمام، او خليها اي حاجه، ممكن نخليها مثلا بوليس اوفيس مثلا، بوليس اوفيس. حلو. وبعد كده هنا فيرتشوال انتيتي، لو انت اصلا عندك داتابيس بره خارجيه يعني، وهتبدا تجيب منها الداتا، فانت كل اللي انت بتعمله ان انت اكنك بتكاري تيبل بس وهمي كده عندك في الداتابيس، وبعد كده بتبدا بقى ان انت تجيب الداتا ايه من بره. عشان كده الداتا سورس هنا لو اخترتها هتلاقي ان هي اكتيفيتد، لما تختار دي بتلاقي ان دي اكتيفيتد، ولما بتبقى اكتيفيتد تبدا تختار بقى انت الداتا سورس بتاعتك هتجيبها منين يعني. تمام. بس تعالى نفترض ان هي مش تبقى فيرتشوال ولا حاجه. الاونر شيب دي بقى عندنا نوعين، يا اما يوزر او تيم، يا اما اورجنايزيشن. اورجنايزيشن دي يعني السيستم كله او الناس اللي موجوده عندك في الشركه كلها. يوزر او تيم دي اكنك بتقسم التاسك لتيمز مثلا، وانت بقى بتقول والله المسؤول عن السوليوشن ده هو التيم ده، او المسؤول عن الانتيتي دي هو التيم ده او الشخص ده بس. تمام. فتعالى نفترض ان هو يوزر او تيم. لما تعمل كده هتلاقي ان انت عندك ايه، فده عندك حاجه اسمها الاكتيفيتي انتيتي. تمام. الاكتيفيتي انتيتي دي لو انت مختار اورجنايزيشن مش هتلاقيها مفتوحه. تمام. او ما ينفعش تختارها يعني. الفكره في ايه؟ الفكره في ان الاكتيفيتي انتيتي بتبقى عباره عن انتيتي ليها بروبرتيز خاصه. يعني انت مثلا بتبقى هتعمل ايفنت معين، عندك اكتيفيتي معينه، عندك حاجه معينه، فدي بتبقى حاجه ريليتد بتيم بس او بيوزر. يعني ما ينفعش تقول انا عندي ايفنت مثلا الشركه كلها داخله، لا انت مش هيبقى كلنا بنشتغل على نفس الحاجه، ومش هيبقى كلنا مهتمين بايفنت واحد، لا هو بيبقى تيم معين. مثلا انا في سيلز مثلا، فتيم السيلز هو اللي مسؤول عن الحته دي. بعمل ماركتنج مثلا، فتيم الماركتنج، او عندي كامبين مثلا، فتيم الماركتنج هو المسؤول عن الحته دي، وهكذا. تمام. طيب ماشي. بعد كده بنبدا بقى ان احنا نحط الايه البروبرتيز بتاعت الانتيتي. فانا عاوز بوليس اوفيس، بلورال نيم ده الاسم اللي بيظهر يعني، ويبقى اسم الجامعه الاسم اللي انت عايزه. ممكن نحط ده مثلا بوليس اوفيسز. ماشي. مش عارف هي كده صح ولا لا، بس ان شاء الله صح يعني. هنا بقى الايه ده الاسم اللي انت عايزه، او الاسم ده اللي انت بتستخدمه يعني. طيب هتلاقي حاجه ثابته هنا، ان دايما هتلاقي البريفكس. فاكر البريفكس لما كنا بنستخدمه لما جينا نعمل ببلشر، هتلاقي دايما هو بيتحط هنا بعد كده اندر سكور، بعد كده بتحط الاسم اللي انت ايه عايز تستخدمه عندك، وده الاسم اللي احنا بنستخدمه في الكود يعني. برايمري ايمج ده لو انت عايز تحط صوره معينه، مش عارف هتشوفوها هنا. يعني انا لا، ثانيه واحده، لو انا هنا دوست بص هو ده الايمج اللي المفروض تظهر لك يعني. تمام. تمام. طيب فين؟ هي دي. تمام. فاحنا هنا ممكن نختار نون عادي، بس ما ممكن احنا نبقى نحط صور يعني، ويبقى ليها سايز معين. وهنا الكلر برضو اللي احنا عايزينه يظهر، المفروض ان احنا نحطه بالهيكسا، ممكن 00 اف اف مثلا 1 1 مثلا. تمام. بتحطه بالهيكسا يعني. تمام. كل رقمين بيعبروا عن شانل معينه، ريد جرين. طيب مش عارف ده ار جي بي ولا بي جي ار، مهم يعني الايه، ممكن نعرف يعني. ممكن احط دول فين ودول فين. ماشي. يبقى ده ار جي بي. تمام. ده ار جي بي ليه؟ لانه حطيت دول صفرين وحطيت دول افين، فده هتلاقي الجي. لو حطيت هنا صفرين وحطيت ايه دول افين، فهتلاقي ده الريد، فده ار جي بي. ماشي. تقدر تحط الكالر على حسب انت عايزه ازاي يعني. فممكن انا احط مثلا 0 اف 0، وهنا مثلا 0 اف، وهنا مثلا 0 1. هيطلع لون غريب كده بس مش مهم يعني. ماشي. هو هنا هيبقى احمر يعني، هيبقى غالب عليه الاحمر لان الاف ايه ما علينا، مش مهم من هذه التفاصيل. ديسكريبشن هيبقى بتحط ايه، وصف عادي، ده تكست عادي ممكن تحط فيه اللي انت عايزه يعني. فممكن مثلا this is the entity for our first practical assignment. ماشي. طيب بعدين بقى بعد كده بيقول لك الايرز اللي انت عايز تعرض فيها الانتي دي، فانا احطها في السيتنج عشان اقدر اشوفها بسرعه. وبعد كده بقى بيبقى في شويه برضو بروبرتيز كده ممكن احنا ايه نبص عليهم ونبقى نسيرش عليهم يعني. في حاجه بس هنا مهمه عايزك تبص عليها، علامه البلس دي
دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان انت وانس كريتد ده او وانس سيلكتد ذيس اوبشن انت ما تقدرش ان انت تعمل اندو مثلا او تعدل فيه. ليه بقى؟ هو كده هو قايل لك كده، بيقول لك افتر يو انيبل ذيس اوبشن ات كان بي ديسيبل، لان هو بيبدا ان هو يكريت حاجات كتيره جدا وبيبدا يعمل ديبندنسز وريليشنز وحاجات كده، فما بيقدرش ان هو ايه يعمل اندو للستيب دي. تمام؟ آه ماشي. بس انت كده خلاص خلصت، بنقوم جايين عاملين ايه؟ سيف. ماشي. طيب الانتيتي بقى بيبقى فيها ليها شويه حاجات كده ممكن نبص عليها، سواء بقى فورمز سواء فيوز شورتس او حاجات زي كده يعني. تمام؟ فاحنا ممكن ناخد بس لوك على الفورمز كده بعد ما الانتيتي تحصل لها كريشن، وانا احيانا بيعلق بس مش مشكله. بس انجز عشان ايه نبقى او الفيديو ما يطولش. المهم يعني ان احنا ايه، هنخش على الفورم هنلاقي ان احنا عندنا 3 انواع، عندنا الكارد والكارد والكويك فيو تقريبا والمين فيو. طب ايه الفرق ما بينهم؟ والله كل واحده فيهم او كل فيو منهم بيبقى عباره عن ليه استخدامات معينه وليه شكل معين. المين فيو ده اللي هو اكبر شكل الفورم عندك، واللي انت بتحط بقى فيه كل البروبرتيز بتاعتك وكل الحاجات اللي انت عايز تبقى موجوده في الفورم، وتبدا بقى ان انت تحط هيدر وفوتر وكل الكلام الجميل ده. تمام؟ تمام. طيب تاني نوع عندنا هو شكل الكارد. ايه شكل الكارد؟ شكل الكارد ده حاجه صغيره كده بنعمل مثلا لو انت هتستخدم موبايل او حاجه زي كده او ايفنت او حاجه، فبيبقى شكل صغير كده بنبص عليه بحيث ان انت تحط فيه الحاجات المهمه يعني. تمام؟ وبرده هنا اغلب الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها انت بتسلكت الحاجه اللي انت عايز تشتغل عليها، وبتبدا ان انت تعمل ايه؟ دراج ودروب بقى، انت عايز تحط كريت باي، تحط هنا موديفاي باي وكده يعني. والليدر يعني بيستحسن ما يزيدش عن 3 او 4 عشان ايه؟ ما ينزلش تحت وشكله بقاش ما يبقاش بقاش يعني. تمام؟ وهنا برضو لو عايز تريموف الحاجات يعني. طيب وبعدين تعالى نرجع تاني، وهنا مفيش باك. طيب تعالى نخش على المين عشان ده اهم حاجه دلوقتي بالنسبه لي. ماشي. احنا كنا قلنا ان انا عايز يبقى عندي ايه؟ عايز يبقى عندي تو فيلدز، والتو فيلدز دول اللي انا شغال عليهم ويبقوا عباره عن لوك ابس. تمام؟ طيب احنا دلوقتي احنا عندنا ايه؟ ده شكل المين فورم، يبقى شكل هيدر كده كبير ويبقى فيه ايه ايتمز كتير جدا يعني. تمام؟ هو ده المين فورم صح؟ يعني كده عشان بس ايه؟ هو ده. ماشي. نبدا بقى ان احنا ايه، احنا عندك هيدر وجنرال وفوتر، وممكن تبدا ان انت تحط سيكشنز في النص عادي براحتك يعني. بس الهيدر ده اللي هو بيبقى فوق، ماشي، زي مثلا الهيدر ده، ماشي، اكنك الجزء اللي فوق ده، ماشي. وبعد كده الجنرال ده الجزء اللي في النص، والفوتر دي الحاجه اللي بتظهر تحت خالص يعني. طيب وبعدين تعال نكبر ده كده. ممكن احنا نبدا نشتغل، انا ممكن مثلا احط هيدر، مثلا احط فيه مثلا كريتد باي، احط فيه مثلا موديفايد باي، احط فيه مثلا الاونر بس او النيم بس. تمام؟ في حاجه مهمه لازم تخلي بالك منها، ان احيانا في حاجات بتبقى جنبها لوك، دي معناه ان انت ما تقدرش تغيرها يعني. انت مثلا لو اخترت جنرال كده مثلا سيكشن جنرال، وجيت مثلا على نيم وقلت اعمل ريموف، يعني في حاجات ما بينفعش تتلغي زي كده. اظن اونر هنا مش هينفع تتلغي. تمام؟ تمام. يعني هيقول لك ان انت في حاجات كده ما تقدرش تلغيها. ليه؟ لان انت يعني تمام، هو هنا يعني اللي حصل ايه، انا كنت فاكر ان نيم ما ينفعش تلغي، وهي المفروض فعلا انها ما تقدرش تلغيها، لكن هي الفكره ان هو لغاها. ليه؟ لان انت حاطط فيلد نيم دي في حته تانيه. فده معناه ايه؟ ده معناه ان انت اي حاجه جنبها احمر لازم تبقى موجوده على الاقل واحد او قيمه يعني في واحده من الايه؟ في واحده من دول يعني. تمام؟ تمام. تعالى بقى نبدا في الجنرال مثلا. انا مثلا في الجنرال انا مثلا ايه؟ دول الفيلدز الموجودين. ممكن برضو تعمل شو ان يوز فيلدز او شو فيلدز. ليه الفكره؟ الفكره ان انت هنا هيظهر لك، لو انت دوست دي هيظهر لك الحاجات اللي انت بس ما استخدمتهاش، ما تقعدش تكرر. لكن انت لو عملت كده هيظهر لك الحاجات حتى لو انت استخدمتها قبل كده، زي النيم مثلا هنا، النيم احنا استخدمناه. فلو انا عملت شو ان يوز بس هتلاقي ان النيم ما بقتش موجود يعني. ثانيه كده، ان يوز فيلد هو هنا اونر، هي اونر هي اللي بتفتح. انا فهمت، عشان انت مش مختار الهيدر يعني. هنا مثلا بص، انت هنا لو عملت كده هتلاقي النيم موجوده. ليه؟ لان انا مش مستخدمها. تمام؟ انت هنا مش عامل ان يوز يعني. بص ثانيه، انا لو دوست هنا دلوقتي ده يعني ايه؟ شو ان يوز يعني الحاجات اللي مش موجوده هنا اظهرها لي. تمام؟ فهو هنا مش هيظهر لي النيم. ليه؟ لان انا النيم مستخدمها صح، فهي خلاص انا مستخدمها يبقى مش هيظهرها لي. لكن انا لو دوست هنا هيجيب لك كل الاوبشن، هتلاقي الكريتد باي والموديفايد باي والنيم. ماشي؟ ماشي. ايه تاني ايه تاني؟ بس فانا دلوقتي دي الفيلدز الايه اللي اوريدي موجوده في السيستم يعني، او الاوت اوف ذا بوكس. طب انا لو عايز اكريت فيلد جديده، والله هتعمل نيو فيلد. ماشي. وبعد ما تعمل نيو فيلد هتبدا ان انت تختار بقى الاسم بتاعه، مثلا نفترض ايه، فيندورز مثلا. ماشي. الفيلد ريكويرمنتس مثلا انت بتشوف بقى انت عايزه يبقى اوبشنال. اوبشنال ده يعني يدخله او ما يدخلوش مش مهم. بزنس ريكومندد ده معناه ان هو هيحط جنبه علامه زرقاء كده، بس هيبقى ايه، المفروض ان هو يستحسن انت تدخله بس مش شرط. ماشي. تالت حاجه اللي هي بزنس ريكوارد، ودي يحط جنبه علامه حمراء معناه ان انت ايه، انت لازم تدخله.
ماشي، تعال نفترض ان هو بيزنس ريكومندد عادي، ده الاسم اللي هو اللي هيظهر بيه يعني، وزي ما قلت لك دايما هيبقى قبله البيفكس بتاع الببلشر. سيرش بيل ده معناه ان انت لما تيجي تسيرش عليه عموما هتلاقي هل سهل ان انت تسيرش عليه ولا لا. طب هل اصلا انا ايه الفكره ان انا سيرش بيل اصلا ولا لا؟ والله في احيانا حاجات بتسهل علينا ان انا ايه، يعني انا مثلا عايز ادور عليها باسمها او كده فبنستخدمها سيرش بيل. طب هل مثلا، طب انت ممكن تسال اللي هو ايه، طب انا ليه ما اخليش كل حاجه سيرش بيل؟ عشان في حاجات مالهاش لازمه يعني، مثلا انا مش لازم ان مثلا لو بدخل تكست او ديسكريبشن او حاجه زي كده، وده سترينج طويل جدا ف ملوش لازمه، انا عمري في حياتي ما هفكر ان انا اعمل سيرش بيه، فاهم؟ بس فعشان كده احيانا ممكن نخليها ايه، ان سيرشبل او نو يعني، تمام. في السكيورتي انت عايز ان هو لما تيجي تدخل عليه حاجه تبقى انا كانك بتدخل باسورد ولا لا او كده. ماشي. والاوديتنج ده معناه ان انت كل ما بتيجي تغير اي حاجه او بيحصل اي تغيير، اسمه ايه ده؟ لما بيحصل اي تغيير ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل، لما بيحصل اي تغيير بيبدا ان هو ايه، يخزن لك التغييرات اللي حصلت دي. ماشي. وديسكربشن ده زي ما قلنا قبل كده 90,000 مره. ماشي. بعد كده بقى عندنا حاجات مهمه جدا اللي هي التايبس. انت عندك داتا تايب وفيلد تايب، ايه الفرق بينهم؟ والله بص، تعال نبدا بالفيلد تايب عشان ابسط او اسهل. ايه الفكره؟ ان عندنا الفيلد تايب ليه نوعين، ايه هم؟ السمبل والكالكوليتد. طب ايه الفرق بين السمبل والكالكوليتد؟ الكالكوليتد ده ببساطه هو عباره عن ايه؟ ان انت مثلا عندك مثلا مالتيبل فيلدز، والمالتيبل فيلدز دول مثلا بتدخل فيهم اسعار حاجات، فبدل ما انت تقعد مانيوال ان انت تجمع الحاجات وحاجات زي كده، لا انت اكنه عايزك اكسل شيت مثلا، وبتبدا ان انت تدخل ايكويشن معينه هو يبدا يطبقها، سواء مثلا ايه، بجمع ارقام، بصمم بافريج، ايا يكن يعني، تمام. طيب ايه تاني؟ ممكن مثلا انت تتعامل مع سترينجز، فممكن كالكوليتد دي تبقى عباره عن كونكاتينيشن. مثلا انت عندك تو فيلدز مثلا، وعايز ان انت تاخد السترينج الاول تعمل له كونكاتينيشن مع السترينج الثاني، وهكذا يعني. السيمبل ده اللي هو الحاجه العاديه يعني، تمام، انت بتتعامل عادي يعني. طيب احنا دلوقتي اصلا لما الداتا تايبس بقى عندنا انواع كتير جدا جدا جدا. ايه هم؟ اول حاجه مثلا عندك السنجل لاين اوف تكست، ده عباره عن سترينج عادي شويه كلام يعني. اوبشن سيت ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن دروب بوكس كده، دروب بوكس انت حاطط مثلا جواه شويه اوبشنز وبتديهم فاليوز. فانت مثلا هنا بتحط اوبشن 1 مثلا، تدي له الليبل بتاعه طبعا، بس انا افترض ده اوبشن 1، اوبشن 1، والفاليو المفروض برضه تبدا من 10,000 تقريبا او من 20,000، بس انا ممكن اديله زيرو عادي. وهنا ديسكريبشن، وهنا الكالر بتاعه، ماشي. وبعد كده بتقوم جاي عامل ايه؟ ده اوبشن 1. طب انا عايز اعمل اوبشن 2، هنا نفس الكلام، تمام. فانت كده فهمت ايه؟ اوبشن 2. فانت كده فهمت، وده 1، ماشي، وهنا اي كلام عادي. فانت كده هنا فهمت ايه؟ اف اف 0 0 اف اف. حلو. انت كده فهمت ازاي ايه هو الاوبشن سيت وازاي بعمله. طبعا انت ممكن تحط له ايه، انيشال فاليو، ممكن مثلا اوبشن 1 انيشال فاليو كده يعني. ماشي. ماشي. عندنا برضو مالتي اوبشن سيت، ماشي. ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الاوبشن سيت ده انت ما بتقدرش تاخد غير الاوبشن واحد بس. المالتي سيلكت اوبشن سيت ده معناه ان انا عندي اوبشن سيت واقدر اختار مالتيبل ايتمز جوه الاوبشن سيت ده، تمام. يعني مثلا يبقى عندك اوبشن سيت مثلا يقول لك يور فيفورت كولرز، فانا ممكن مثلا الفيفورت كولر بتاعي يبقى ريد وجرين وبلو، انا حر، فاهم؟ لكن مثلا حاجه زي الجندر مثلا، انت ميل يا فيميل، ماشي. ولو ان الجندر ممكن مثلا نخليه ان هو تو اوبشنز، لان هو هنا حاجه باينري، هو يا ميل يا فيميل، ما فيش حاجه ثالثه. لكن برضو هي نفس الفكره يعني، فاهم؟ اللي هو ايه، ممكن مثلا برضو لو يعني مثلا نتكلم على الكونتري اللي انت جاي منها مثلا، فدي هتبقى اوبشن سيت، لان انت يا مصري يا اجنبي يا امريكي يا سوداني يا سعودي ايا يكن يعني، انت مولود في بلد معينه يعني. حتى لو معاك مالتيبل يعني جنسيات مختلفه، مالتيبل ناشوناليتيز، فانت برضو ستيل انت مولود في حته واحده، فاهم؟ ماشي. بس فانت كده ايه، احنا بقى عايزين ان احنا الاسايمنت بتاعنا كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن ان انت عايز لوك ابس، ماشي. يعني ايه لوك اب؟ يعني زي كانك عندك فيلد كده وبتسيرش جواه، يعني تدخل مثلا كلمه معينه، والكلمه دي المفروض ان انت بتدور فيها في الداتابيز او على فيلدز معينه يعني، تمام. ماشي. طيب انا كده هعمل مثلا اول واحد اللي هو الفيندورز، انا عايز ايه؟ عايزه يبقى لوك اب. حلو. حلو. ايه تاني؟ بس خلاص انا هعمل سيف دلوقتي وكلوز، ماشي. المفروض لما انا سيف بقى وكلوز، ايه اللي يحصل؟ هيطلع لي بقى الايه، هيطلع لي الفيلد اللي انا لسه عامل له كريشن هنا، واقدر ان انا احطه عندي في الايكونز، تمام. تمام. تمام كده انا عملت تعال نعمل الفيلد الثاني على ما هو يخلص، تمام. هو الفيندورز خلص اهو وصار هنا، تمام. تعال بقى نعمل واحد ثاني مثلا اللي هو الايه، كاستمرز. كاستمرز ماشي، وبرده ده انا عايزه يبقى بزنس ريكومندد، وده كاستمرز يس، عشان نكسب وقت بس في ايه، عايزين ننجز. برده انا عايزه يبقى لوك اب، و ماشي. they are the customers for each customer، ماشي. دي حاجة بس مستخدمة auditing، ماشي. أظن كده بس مش محتاجة أي حاجة، ماشي. تعالى بقى نبدأ إن احنا نحط الإيه، نحط الـ items دي جوه الـ جوه الفورم بتاعي، تمام. أنا مثلا هحطهم جوه الـ general مثلا، vendors أهو،
في حاجه بس معينه انا عايز مثلا اعدل البروبرتيز بتاعتي، فانا هاجي هنا على الجنرال وادوس تشينج بروبرتيز، هيبدا بقى ان هو يظهر لي ايه، يقول لي ايه الاشكال اللي انت عايز تعملها. فانا مثلا اختار تو كولومز مثلا بالفورماتنج، ممكن اختار تو كولومز مثلا ماشي، وابدا ان انا احط الايه الايتمز فيهم مثلا، هنا فيندرز مثلا، وهنا مثلا ايه كريتيف، هو اصلا فين ال ما خلصش ولا ايه؟ كاستمرز تقريبا لسه ما خلصتش. ماشي اهو كاستمرز اهو. طيب انا عايز ايه؟ اعمل كده، ممكن نعمل تو كولومز عادي، نختار اوبشن تو كولومز حلو، واحط اللي هنا الكاستمرز جنبه. طيب تمام، وبعدين بعد كده بقى ببدا بقى اخش على الفيندرز، بما اني بعمل لوك اب فانا هخش على الفيندرز ماشي، وانزل تحت كده هلاقي في حاجه اسمها ايه، هلاقي في حاجه اسمها ريليتد ريكوردز فلترنج، فانا اعمل لها انيبلنج ماشي، وبعد كده اعمل ايه ادوس اوكي. وهنا نفس الكلام، اعمل هنا برضه كل شو ريكوردز وير، واقوم جاي ايه ادوس اوكي. هنا برضه بص هتلاقي العلامه الزرقاء دي عشان احنا قلنا ان هو سيستم ريكومندد يعني ماشي. طيب وبعدين بس خلاص انا كده خلصت، ممكن اعمل سيف واكلوز. حلو كده، ممكن اسيف ولا مش عارف كده بس يعني انا سيف كاستمايز ماشي. انا ممكن ايه نسيبه كلوز الاول ماشي، وبعد كده انا المفروض كده خلصت ده صح؟ خلصت انفورميشنز، انا المفروض كده خلصت، فممكن اسيبه كلوز. حلو، اكون فين؟ أنا احنا هنا، هنا خلصنا تمام. هنا المفروض ان انا اقدر الاقيه، ثانية واحدة كده، ثانية واحدة، فين فين؟ سيزر بريفرنس تيم سيكونشنز، ثانية واحدة تمام. انا دلوقتي اهو هلاقي ان انا ايه البوليس اوفيس بتاعه. حلو، لو انا ممكن لما اخلص اعمل ايه اقدر اعمل له ببلشنج تمام، فانا اعمل له ببلش. المفروض لما اعمل له ببلش اطلع الاقيه فين بقى؟ اطلع الاقيه في السيتنجز، لان انا لما جيت اعمل له فيو قلت ان انا هلاقيه في السيتنجز تمام. فانا المفروض لما اجي هنا كده واعمل على السيتنجز المفروض ان هو يبقى موجود يعني. تعالى ريفرش كده، او بوليس اوفيس تمام. هخش عليه بقى تمام. انت اول ما تخش هتلاقي الدنيا فاضيه كده، فانت ممكن انت تعمل ايه كريت نيو ايتم ماشي. حلو جدا، اول ما تخش بقى هتلاقي ايه، هتلاقي الفيندورز والكاستمرز بتوعك. فانا مثلا هخش على الفيندورز، وهو ده معنى اللوك اب بقى، معنى اللوك اب ان انا ايه ادوس عليها هلاقي بقى الايتمز اللي موجوده، كل الاوبشنز اللي موجودين عندي. فانا بما اني ما عنديش اوبشنز فممكن اكريت نيو. حلو، وهنا نفس الكلام برضه ممكن اكريت نيو، بس على ايه نمشي واحده واحده عشان الوقت ما يسرقناش. انا ممكن مثلا اسمي الفيندور مثلا، اختار ان انا اسميه مثلا عبد العزيز صلاح مثلا ماشي، او بلاش عبد العزيز عشان ما يبقاش نفس اسم الاونر، مش عارف هو غيره ولا ايه، في مجنون ليه؟ هو بيحمل شوية، ممكن أنا بحمل نروح من ايه؟ نفتح ده نكريت نيو أوبشن، نكريت نيو كاستمر، يعني ده المفروض ان هو كاستمر جديد. ف هو اصلا في شير صح؟ اظن ان في شير تمام. هنا ممكن ادخل اسم جديد، فممكن مثلا ايه كاستمر 1 تمام. خلاص خلصت بقى، جاي اعمل ايه سيف وكلوز. المفروض كده ان هو ايه الكاستمر ده بقى موجود. حلو، المفروض يقفل دلوقتي. ممكن مثلا نخلي ده فيندور 1 دلوقتي ماشي، سيبه كلوز برضه. هنقعد نحط الموضوع يخلص
تمام. هو يخرج دلوقتي بقى يجيب لك ايه؟ هيجيب لك الكيسز بقى والايتمز والناس اللي موجودين عندك يعني، تمام؟ فانا ممكن مثلا ايه ابدا بقى كريت يعني. انا مثلا ايه، هنا مثلا هتلاقي ان الكيس تايتل دي احنا عندنا هنا مالتيبل كيسز يعني، ممكن نبقى نتكلم عن كيسز بعدين في حته تانيه يعني، بس مالتيبل ما علينا. بما ان احنا عندنا هنا مالتيبل كيسز، فانا ممكن مثلا اعمل كيس جديده. واصلا دي بقى الحته اللي انا مش يعني عطلان فيها شويه، لو هي ايه، ان انا مش عارف ازاي بقى بقدر اربط الفيندرز بالكاستمرز. بس هي دي بقى المشكله اللي عندي اصلا، واللي انا عطلان فيها دلوقتي يعني. بس ايه، هنا برضه كده وصل لاخر حاجه انا وصلت لها، وبعد كده ممكن فهمت ان انا اعمل كيس جديده مثلا، واختار ان هي كيس 1 كاستمر مثلا. انا هشوف بقى مين الكاستمرز اللي عندي، فانا مثلا ايه افتح، هو انا بيحمل لسه بيسيرش يعني بيدور. او ممكن اعمل نيو ريكورد، او اختار حد من الايتمز اللي موجودين عندي او الكاستمرز اللي موجودين عندي يعني. انا عايز اشوف بس الكاستمرز اللي موجودين، بعد كده ايه ممكن اكريت نيو وان. تمام، فدول الكاستمرز اللي اوريدي موجودين جوه السيستم. فانا ممكن اكريت مثلا نيو وان، مثلا اقول ان هو كونتاكت. ده الكويك كريت، ده هو زي كويك كارد كده يعني. تمام، فمثلا اقول ايه كاستمر مثلا، بس نيم كاستمر ماشي، كاستمر اي حاجه بقى يعني مش مهم. هنا مثلا لوك ده برضه لوك اب، فممكن ايه نختار نعمل اكونت جديد، او مثلا نختار اي حد من هنا ايه مثلا اي حاجه اي حاجه دوت كوم. هنا برضه اي رقم، اي رقم ديسكريبشن ستريت ستريت، كل ده طبعا سترنجات على حسب الحاجه، ده رقم. تمام، وبعد ما بخلص بعمل سيف اند كلوز. المفروض ان انا بعمل سيف اند كلوز، الكاستمر ده يبقى موجود هنا. تمام، السبجكت دي انت بتبدا تختار بقى سبجكت من السبجكتس اللي موجودين. فمثلا هختار اي حاجه، اختار جنرال مثلا، برايورتي ده على حسب اهميتها، فانا ممكن اديها هاي عادي. البرودكت ده اشوف البرودكت اللي ايه اللي بيتكلم عنها بليز، فانا اختار دي، وده ديسكريبشن. تمام، بعد ما بتخلص بدوس سيف وكلوز. تمام، فاول ما اخلص المفروض بقى ان الكيس ايه هتظهر لي هنا، تظهر لي الكيس الجديده اللي لسه عاملها هنا. تمام تمام فده معناه ايه؟ انا ليه عملت كده؟ عملت كده عشان يبقى عندي كاستمر جديد مربوط بالشخص اللي ايه اللي عندي ده. حلو، ايه تاني؟ ماشي، تعالى بقى خلاص احنا خلاص مش هنحتاج دي تاني. نخرج كده مش عملت سيف، وانت سيف ماشي. انا ده ايه بقى؟ ده كاستمر تقريبا صح؟ ده البتاع بتاعت الكاستمر. ماشي، دي عادي احنا مش مهتمين دلوقتي بيها، كنا عادي. طيب انا دلوقتي الفيندورز المفروض ان انا الاقي فيندور، ماشي، ده الفيندور اللي هو رقم واحد ده، والمفروض الاقي الايه؟ الاقي كاستمر عندي. هي بقى دي الحاجه اللي انا مش عارف اعملها، اللي هو اولا بيظهر لي نو نيم مش عارف ليه، وكمان لما باجي ادوس هنا بيطلع لي بقى ايه؟ المفروض ان هنا يطلع لي فيندورز بس، وهنا يطلع لي كاستمر بس. المفروض انا ادوس على فيندور 1 يجيب لي الكاستمرز اللي فيندور، وهكذا. فدي الحاجه اللي انا عطلان فيها ومش عارف اعملها يعني. ماشي، بس فده كان فيديو توتوريال كده سريع على اغلب الحاجات اللي خدناها في السيشن اللي فاتت، وايه هو دي الحاجة اللي انا عطلت بيها يعني.